سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. أهلا بك سيادة المستشار. أهلا بك يا فندم. إزاي الحال؟ أولا نشكركم كحكومة على إصدار هذا القرار. هذا القرار هيبقى فاعل لمدة كام يوم يا فندم؟ القرار يا فندم فاعل هيتم تطبيقه لمدة 6 أشهر بدءا من تاريخ العمل به. حلو، تاريخ العمل به يبدأ منذ إصداره في الجريدة الرسمية أو نشره في الجريدة الرسمية. بالضبط يا فندم. نشر القرار ولا لسه هينشر بكرة أو ينشر في بداية العام؟ نشر القرار بالفعل. نشر يا القرار. طيب السؤال هنا فندم، ليه اختارت الحكومة 7 سلع بالتحديد ولم تتسع في عدد أكبر من السلع؟ الموضوع يا فندم الآلية خضعت لدراسة ومشاورات مطولة اتسمت بالشفافية مع كافة الجهات المعنية سواء جهات حكومية أو غير حكومية، واستقر الرأي على البدء بال7 سلع الأساسية. ودولة رئيس الوزراء أشار اليوم صراحة خلال المؤتمر الصحفي أنه من الجائز جدا أو الوارد جدا خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق الآلية أن يتم إضافة سلع جديدة. ده كلام رائع، لا يوجد ما يمنع من إضافة سلع جديدة إن شاء الله خلال الفترة المقبلة. حلو جدا. طب يعني يمكن حضرتك عارف، يمكن دولة رئيس الوزراء عارف كم أقدره وأحترمه جدا يعني، فأتمنى أولا احنا نشكركم مرة تانية، بس أتمنى فعلا احنا نزود مجموعة من السلع زي ما أنا كنت بقول كده، منتجات الألبان محلية الصنع بكاملها حتى يتزن السوق، لأن أنا دايما بخاف من الناس اللي بتستغل الأوضاع. طب سؤال تاني سيادة المستشار بعد إذن حضرتك، آلية تطبيق القرار، دايما خوفي الرئيسي إن احنا نصدر القرار وبعد كده أنزل على المحافظات ما لقيش فيه آلية حاسمة ما بين قوسين إذا سمحت لي ضرب بيد من حديد في حال عدم الالتزام. من الناحية دي يا فندم أنا أطمن حضرتك لأنه في قرارين صدروا اليوم في حقيقة الأمر. القرار الأول كما أشرت حضرتك بيتضمن النص على 7 سلع الأساسية. القرار الثاني هو آلية المتابعة اللي حضرتك بتشير إليها، وهي تشكيل أمانة فنية دائمة. لدينا فندم من مؤخرا تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة معالي السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. اللجنة الوزارية هي اللجنة اللي كانت معنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع. ما حدث اليوم الجديد في الأمر هو أن دولة رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة الوزارية، والأمانة الفنية سوف تكون هي المعنية بالمتابعة اليومية لتنفيذ قرارات ضبط الأسواق وأسعار السلع كما موضح في القرارات الصادرة اليوم. طب هل تم إعلان أسعار السلع 7؟ الوضع يا فندم هيتم كالآتي، الأمانة الفنية هتفعل دورها مباشرة بمجرد سيتم تفعيل دورها مباشرة بعد صدور القرار. الأمانة الفنية بتضم في عضويتها كافة الجهات الحكومية المعنية، وسوف يكون جزء أساسي من عملها مرتبط بالتنسيق مع الجهات كافة الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية بما في ذلك اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية. الأمانة أولا في آليات سوف تستخدمها أو تستند إليها في متابعة الأسعار. أول شيء فندم في قرار أحب أن أنا أقول قبل ما أدخل في النقطة دي، أحب أن أنا أوضح أنه في قرار سيصدر خلال ساعات من معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية سوف يتضمن وضع كافة الضوابط التي تحدد السعر الأقصى لبيع للسلعة، السعر الأقصى لبيع السلعة للمستهلك النهائي. وبالتالي سوف بمجرد صدور القرار الوزاري وبمجرد تنفيذه سوف تبدأ الأمانة الفنية في استخدام آلياتها في الرقابة على الأسواق. يعني بكرة الصبح، يعني بكرة الصبح وزير التموين إن شاء الله هيعلن لينا الآليات والضوابط.
بالضبط يا فندم. الامانه الفنيه ليها الياتها الرقابيه، وزاره التموين ايضا ليها يعني زي ما حضرتك ذكرت انه لابد ان يكون في رقابه يوميه من قبل وزاره التموين وكافه الجهات الرقابيه، رقابه يوميه على الاسواق. ايضا الامانه الفنيه بناء على القرار الصادر بتشكيلها، اولا تم تكليف الامانه الفنيه بوضع كافه الضوابط الخاصه بمراقبه الاسواق، وليس هذا فقط. يعني بحب أطمن حضرتك أن الأمانة الفنية هتشرف على المنظومة بأكملها، بمعنى أنها سوف تتولى متابعة كافة السلع الأساسية في الأسواق والتنبؤ بأي أزمات ممكن تحدث للتعامل معها بصورة استباقية، ووضع عملية رقمنة لكافة الكميات السلع والاحتياجات المواطنين والأسواق. الآلية كمان الأمانة الفنية باعتبارها الآلية المشرفة سوف تنسق مع اللجان سيتم تشكيلها على مستوى المحافظات بناء على قرار سوف يصدر من معالي السيد وزير التنمية المحلية للرقابة على الأسواق. الأمانة جزء من عملية الرقابة، أولا سوف تكون هناك متابعة أسبوعية لمستوى الأسعار ومتابعة شهرية لأي اختراق قبل تعديل أي أسعار من أسعار السلع الأساسية. لابد أن يتم تقديم اختار للأمانة الفنية بصورة شهرية، ويرفق بهذا الاختار المستندات التي توضح أسباب رفع أسعار السلع. إذن الأمانة الفنية سوف تراقب الأسعار، سوف تنسق مع الجهات الرقابية، سوف تعتمد أو تنسق مع بجانب شغلها مع وزارة التموين من خلال الرقابة اليومية على الأسواق التي تقوم بها وزارة التموين. وإن شاء الله بنأمل طبعا أنه بمجرد ما تفعيل الآلية أنه الأسعار إن شاء الله تستقر خلال الفترة المقبلة، أخذا في الاعتبار أن الأمر يعني بيحظى بأولوية قصوى لدى دولة رئيس الوزراء، وإن شاء الله سيتم متابعة تنفيذه بصورة دائمة. طب معلش يا أستاذ مصرر أثقل عليك، بكرة هيتم إعلان الضوابط والآليات من وزارة التموين، هل هيبقى مذكور فيها الأسعار ولا لأ؟ الأسعار يا فندم يعني القرار لن ينص على الأسعار بذاتها أو تحديدا ليها، ولكن الأسعار هتأتي من خلال الآلية، بمعنى أنه أولا القرار اللي هيصدر طبعا من معالي السيد وزير التموين هو مبدئيا هينص على ضرورة وضع أو ضوابط وضع السعر النهائي للمستهلك على السلع. إذن هينص على ضوابط وضع السعر النهائي. السعر النهائي دوت الآلية بمجرد الأمانة الفنية بمجرد تفعيل دورها هتتابع مع كافة الشركات والمنتجين والمصدرين الأسعار التي سيتم وضعها وأي تعديلات قد تطرأ فيها. طيب. في نقطة ثانية مهمة إذا سمحت لي عايز أقولها، إنه القرار اللي تضمن النص على السبع سلع الأساسية نص على إلزام المنتجين والموردين والموزعين والبائعين بالمبادرة باختيار مديريات التموين والتجارة الداخلية بنوعية السلع التي لديهم وكميتهم وكميتها وما قد يكون مخزن لديهم بشأنها. إذن العملية هي رقابة شاملة، رقابة من قبل الأمانة الفنية التابعة للجنة الوزارية، ورقابة من قبل مديريات التموين والتجارة الداخلية، ورقابة من الأجهزة الرقابية الأخرى التي تعمل على الأرض وتتابع بصورة يومية. طب معايا مستشار دلوقتي، السعر ده لما هيتم تحديده هل هيتحط على المنتج نفسه ولا على الرف؟ لانه هيبقى في فرق كبير. يا فندم الضوابط هي اللي هينص عليها القرار انه هيتم وضع السعر النهائي للمستهلك او الحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك على السلعه، وسيتم وضع او توضيح الضوابط، يا اما انه هيتم طباعته يا اما انه هيلزق ستيكر على السلعه، لكن هيبقى موجود على السلعه نفسها يا فندم. طيب علشان القرار يبقى فاعل 100% زي ما حضرتك قلت هيبقى في لجنة فنية هتتابع ده وهيبقى في تقارير وما إلى ذلك، بس أنا كل قلقي بأمانة شديدة وبكلم حضرتك بصراحة إنه المتابعة جوه المحافظات يعني الإدارات المحلية نفسها
ما تتابعش بشكل يومي. وكلمة يومي يا فندم أنا أخشى ما أخشى أنه اللي هو إيه، بنتابع في سوق مركزي جوه عاصمة المحافظة أو مدينة من المدن الكبرى وسلام عليكم وتصورنا وروحنا. في الحقيقة يا فندم يعني النقطة دي يعني هي نقطة مهمة، لأنه دولة رئيس الوزراء أشار إليها بكل صراحة. دولة رئيس الوزراء اليوم في المؤتمر الصحفي أكد أنه الدولة بكل مؤسساتها سوف تعمل لضمان ضبط الأسواق، ولكن في دولة بحجم مصر أطرافها بأطراف مترامية هناك دور مجتمعي على المواطن، بمعنى أنه أي مواطن يجد أنه في تجاوز في سعر البيع غير المكتوب على السلع أو العبوة عليه أنه يبلغ الجهات الرقابية، سواء كانت وزارة التموين أو أي جهات رقابية الأخرى. إذن هناك دور أيضا على المواطن، لكن الدولة من جانبها لن تكتفي كما ذكرت حضرتك بالرقابة على الجهات أو المراكز الأساسية أو عواصم المحافظات، ولكن ستكون هناك متابعة دقيقة للأسواق. ويمكن النقطة المهمة اللي بتطمن حضرتك هي أنه جزء من عمل الآلية سواء عن طريق اختار الأمانة الفنية أو عن طريق اختار مديريات التموين والتجارة الداخلية، سيكون هناك ضبط لتواجد السلع وتوافرها وأسعار السلع. ويمكن كمان النقطة اللي أنا أشرتها لحضرتك أنه الجزء من تكليف الأمانة الفنية التابعة للجنة الوزارية هي أنه الأمانة سوف تضع كافة الضوابط المتعلقة بضبط الأسعار، بمعنى أنه سوف نشهد إن شاء الله تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة من خلال وضع كافة القواعد والضوابط ورقمنة عملية متابعة الأسواق، وبالتالي سوف تكون مع مرور الوقت هناك ضبط محكم لكافة الأسواق وتواجد السلع، وبالتالي الأمانة الفنية سوف يكون لديها القدرة بالتعاون مع اللجان المشكلة على مستوى المحافظات للتنبؤ بوجود أي أزمة أو أي نقص في سلعة ما أو أي تجاوز، وسيتم التعامل معها بصورة فورية. أنا مش عايز أثقل على حضرتك يا سيادة المستشار، ولكن أوصيكم 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 عدم التعويل على مسألة أن المواطن هيبلغ، لأن دي ثقافة مجتمع، هذه الثقافة غير موجودة عندنا، علشان أوصل لها هاخد وقتي. فأنا أوصيكم بأنه السادة المحافظين الأجلاء حتى في إطار أن احنا 27 محافظة، المحافظ في إيده محافظة واحدة بس ينزلوا بشكل يومي يا سيادة المستشار. لو ما عملوش كده هيبقى القرار غير فاعل، لو ما ضربوش بإيد من حديد وشمع المحل ده وصادر المخزن ده هيبقى القرار مش فاعل يا فندم. حضرتك من ناحية دي حضرتك ما تقلقش، يعني دولة رئيس الوزراء أشدد اليوم على أنه ستكون هناك متابعة أسبوعية في اجتماع مجلس الوزراء ومتابعة يومية من قبل سيادته لعمل الآلية، وبالتالي في حالة وجود أو تبين عدم متابعة أو عدم مراقبة للأسواق في أي موقع أو في ما يتعلق بأي سلعة سوف يتم التعامل معه. يعني أطمن حضرتك أنه الآلية سوف تتابع على كافة المستويات، على مستوى دولة رئيس الوزراء، على مستوى الحكومة، على مستوى الأمانة الفنية للجنة الوزارية، على مستوى اللجان في المحافظات، يعني سوف تتابع على أكثر من مستوى، وإن شاء الله لن يكون هناك أي قلق في هذا الشأن. أطلت عليك يا سيادة المستشار، وأشكرك جدا 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 على الوقت اللي اديته لنا سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.